شوفوا انا غادي ندير لكم واحد لا فيديو ماناش عارفين بالك كابابل يكون هو الفيديو الثاني مانيش عارف المهم فوالا ها هو لا قلت لهم انا كابابل يكون هذا هو الفيديو الثاني ماناش عارفين شنو لا لا ما حملناش بالك ابري دو جور كاش باين صرا ولا المهم راني تلاقيت انا صاحبي وخويا وما كان والو قلوب صافيه وكاع تخلع هذا كان الفيديو الاخير للعازف امين ناكولوم الله يرحمه يا رب بعد ما دخل غرفه الانعاش مات على طول في بلجيكا في حادث السير ده اخر الفيديو قال ليه ان لو انا رجعون ربنا يرحمهم برحمته الواسعه ويصبر اهلهم ووالديهم الوسط لحد ما نسجل عنه واللايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.